السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم. داعية صيني من مسلمي الإيغور يعلق على انتشار مرض كورونا في الصين، وإليكم هذا التعليق. بينما كانت حكومات الصينية تعتقل الملايين من الأويغور في معسكرات اعتقال نازية، رد الصينيون: أحسنت يا حكومتنا، أحسنت. الآن 10 مدن في ولاية خوبي أصبحوا كمعسكرات الاعتقال، كما منعت الأويغور من السفر الحر حتى في داخل المدينة. صاروا لهم نفس الشيء، كان التفتيش كل الأويغور قبل سفرهم، الآن أصبح التفتيش إجباريا على كل الصينيين قبل سفرهم. بينما كان شعب الصين يسب شعب الهونغ كونغ على أنهم جبناء لا يستطيعون خروج بمظاهرة إلا بالأقنعة، حتى حكومة الصينية أصدرت قانون ومنعت أن تلبس الأقنعة في هونغ كونغ. الآن الصين أصبحت كل شخص فيها يلبس أقنعة، وبعضهم حتى لا يستطيع أن يجد أقنعة. حكومة الصينية أجبرت مسلمي أويغور على أكل لحم الخنزير، صار لحم الخنزير غالي جدا وأصبحوا لا يستطيعوا شرائه. حكومة الصينية منعت أويغور من أن يحتفلوا أعيادهم، الآن الصينيون أصبحوا يحتفلون بأعيادهم في التواصل الاجتماعي فقط، لأنهم يخافون من هذا المرض المعدي. وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم، وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال، فلا تحسبن الله مخلف وعده ورسله، إن الله عزيز ذو انتقام. هكذا الدنيا.